بسم الله الرحمن الرحيم، ويتجدد بنا اللقاء مع برنامج هكذا مصر. مصر أكبر من كل فصيل، مصر أكبر عشق مستحيل. مصر هي أمي، زعلت منها شوية وهي رضتني. فمع حلقة جديدة يتجدد بنا اللقاء مع أولادك يا مصر، أو هي أولادك دي يا مصر. معنا ومعاكم سيادة اللواء البطل عادل شراقي من أبطال سلاح المركبات 73، أسد المظلات، الراجل اللي أنا قلت عليه أول حلقة استشهد 5 مرات وفي الآخر رجع، ممدوح سرور. أهلا وسهلا فندم، دمت أهلا وسهلا. ومعنا ومعاكم للمرة الأولى الباحث الكيميائي في مجال علاج السرطان، دكتور الباحث الكيميائي في مجال علاج السرطان دكتور مخلوف محمود مخلوف. اهلا وسهلا يا دكتور. طبت اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. ان شاء الله اسد المظلات، قالوا عنك استشهدت 5 مرات وبعتوا جواب لوالدك كل شويه يقول لك ايه الرائد ممدوح استشهد او ممدوح سرور استشهد، كان ايه شعور اهلك او الوالده والوالد في ذلك الوقت لما كنت ترجع عليهم بشنطة هدومك؟ لا أنا ما رجعتش غير بعد الحرب ما خلصت بحوالي 6 شهور. فكان رد الوالدة، إحنا كنا 4 أشقاء في المعركة في قلب جبهة القتال، فرجع واحد مصاب و2 أحياء سلام. فلما رجعت الوالد طبعا قعد فترة بصيص لي كده، يعني مش مصدق إنه أقام العزاء يجي 3 مرات. فالوالدة بقى هي اللي هنا إحساس الأم، أما تيجي وأنت تقول لك أنت إيه اللي رجعك؟ أم مصرية، وأنا عارف إن كل كلمة بيني وبينها ربنا في الصدق، أم مصرية تقول لك إيه اللي رجعك؟ رجوعك نزلني من الجنة للأرض. عشان طبعا احنا عندنا الامهات المصريات، كنت قابلت بالامس ام شهيد، فطبعا الام المصريه حابه ان ابنها يكون شهيد فداء للارض والعرض. ليه بقى؟ لان لو مش استشهد، ده مفروض العدو اللي هو بيحارب او بيقاتل اللي هو التنظيم الاخوان الفاشل، اللي مفروض لما يقتل ضابط جيش يفكر ان عمره، والله عمره اطول من عمر الارهابي، عمره اطول من عمر اللي قتله. ليه بقى؟ عمر مختار رحمة الله عليه رحمة واسعة لما قال له إن حياتي ستكون أطول من حياة شانقي، وفعلا عمر المختار صورته اتحطت على 10 ريال الليبية، 10 دينار الليبية، وبعد كده عمر المختار أصبح نموذج مقاتل مشرف للدنيا كلها، للتاريخ الإسلامي كله أو للتاريخ العربي كله. أسد المظلات، كيف كنت تعيش في ذلك الوقت وانت لا سلاح معك، لا اكل، لا زاد، لا زواد، لا شيء معك؟ كنت بتعيش ازاي في الفتره اللي انت كنت بتختبئ فيها عشان تدمر مثلا الدبابه اللي انت دمرتها او المدرعه اللي انت دمرتها؟ لا بص، هو والله العظيم زي ما بقول لك كده، ولا احساس بعطش ولا احساس بجوع، احساس بان انت عايز تعمل حاجه لبلدك بس. لا انا معلش هقطع اخرج من المول ده، انا امبارح كنت في تكريم من الجيش الثالث، ام عندها 3 أبناء، 2 استشهدوا، 1 ضابط جيش، 1 ضابط شرطة، ودخلت الثالث الكلية الحربية واستشهدوا في خلال 2 في اسبوع بينهم. فكان الكلام ده كان السنة اللي فاتت، السنة دي او ابنها بقاله سنة في الكلية الحربية. ما هو دي هي دي بقى ادي بقى الام المصريه بقى المصرية. لا ده ايه، هو ابوه كان ضابط جيش، ضغطت على ابوه انه لازم يخش في الكليه الحربيه، يقول لها طب ما انت مش خايفه؟ هي يعني هو بقى الراجل بيحكي يقول لها انت مش خايفه لا يلحق اخواته؟ قالت له ما يستشهد، هو يستشهد في سبيل مصر ويلحق اخواته في الجنه. ما شاء الله، هذه هي المراه المصريه التي تربي وتكبر وتعيش حياة في منتهى البساطة ومنتهى المواقف التي لم تقوي عليها أي امرأة أخرى.
بالتالي المرأة المصرية، هنتكلم مع سيادة اللواء عادل شراقي أحد رجال المهام الصعبة أو رجال مهام السلاح المركبات. ما هو الدور المكلف به سلاح المركبات في أثناء الحرب والسلم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا بوجه التحية لحضرتك وطبعا دعوتك الكريمة، وتحية للقناة والقائمين على القناة، تحية للسيد الرئيس وفريق الإعداد طبعا والمخرج وكل الناس، وطبعا تحية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عظيم مصر ربنا يحفظه، عظيم مصر، وتحية لجيش مصر والشهداء مصر والأبطال مصر في الحرب وفي السلم وضد الإرهاب وفي كل مكان. بالنسبة لسلاح المركبات، سلاح المركبات من ضمن كذا سلاح بيسموها الأسلحة المعاونة للأسلحة الرئيسية. الأسلحة الرئيسية اللي هي المشاة والمدرعات والقوات الجوية والدفاع الجوي والحرب الكيماوية. الأسلحة المعاونة اللي هي زي الإدارات، إدارة المركبات، إدارة النقل، إدارة الأسلحة والذخيرة، إدارة التعيينات، إدارة الوقود، إدارة المية، إدارة الإشارة، إدارة التعيينات، خد بال حضرتك. طبعا الإدارات دي كلها لا تقل أهمية عن الأفرع الرئيسية. فطبعا القناة وسيادتك لك السبق هكذا سبق إعلامي لأول مرة للأستاذ محمد صلاح هكذا مصر من سيادة اللواء عادل شراخي وعلى مسؤوليته يستضيف أحد الأسلحة المعاونة حتى يتكلم عن الجنود المجهولين في المعارك عموما، اللي هي الإدارات اللي أنا قلتها وتعتبر من العناصر المهمة والأساسية، لأن المقاتل اللي هو على النسق الأول أو خط الدفاع الأول القتال الأول مش هيحارب من غير أكل، مش هيحارب من غير مية، مش هيحارب من غير ذخيرة. مين اللي هيودي له الذخيرة دي؟ النقل، إدارة النقل، المركبات اللي هتصلح المركبات، الأسلحة والذخيرة اللي هتحمل له الذخيرة وهتعدي له الذخيرة، التعيينات، المية، الوقود اللي هتمون العربيات اللي هتودي الحاجة. فدي من الأسلحة الرئيسية، تعتبر من الأسلحة الرئيسية اللي حقها مش واضح في المحطات أو التلفزيونات أو القنوات الهامة، واخد بالك. فأنت بشكرك جدا جدا لان الحاجه دي بتقرق ناس كتير من زملائي في الادارات اللي انا قلتها دي، ودي ألوفات. وجودك يا فندم ده شرف لينا ان احنا نستضيف احد رجال 73. والله انا بعز اي انسان حضر 73 فهو بمثابه تاج على راسي ويكون شرفا لي. معايا ومعاكم الدكتور مخلوف محمود مخلوف، الباحث الكيميائي في مجال علاج السرطان. دكتور انا سمعت حاجه كده بسيطه عن حضرتك، ان حضرتك كان ليك بحث وتقدمت به لنوبل للعلاج الفيروسات بالاكسجين، فقالوا لا ده البحث ده عباره عن خزعبلات والى اخره، ولكن انا في يقين من داخلي بصفه شخصيه وليس بصفه اعلاميه ان حضرتك قلت الكلام ده برؤية محمدية صلى الله وسلم على سيدنا محمد. فهل تم سرقة البحث الخاص بك من قبل نوبل وهيئتها الغير آمنة للأبحاث الدول الشرق المتوسط أو الشرق الأوسط؟ فضل. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بس الأول بالرؤية النبوية وبعد كده هنخش في بسم الله الرحمن الرحيم. اسمح لي أشكر حضرتك وبرنامجك المحترم والقناة المحترمة وكل القائمين على هذا شكرا البرنامج لسيادة. وأنا كم تيمونا بقادتنا وجنودنا العظماء اللي كسروا أنف أسطورة الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر، ورفعوا رأس مصر ورأس العالم العربي والإسلام كله في تحطيم خط برليف اللي كانوا بيحكوا عنه أساطير وأساطير. كم هناخد من هذا النصر، إحنا الأيام دي في ذكرى ميلاد سيد المرسلين الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفي ذكرى نصر اكتوبر العظيم. فالحقيقه ان انا عمري في البدايه دي اول مره اذكر هذا الموضوع في سبق في وسيله اعلاميه عامه. اعزائي المشاهدين، هناك سبقان اعلاميان لبرنامج هكذا مصر من الدكتور الباحث الكيميائي مخلوف محمود مخلوف ومن سياده اللواء عادل شراكي. اتفضل يا فندم. كان في ناس كتير بتلوموا عليا، انت ليه بتقاتل ولا هذه الفكره
وليه مصمم ان فكره علاج السرطان بالاكسجين سليمه وهكذا؟ ايه الدافع وايه اليقين اللي عندك غير اراده الحمد لله بفضل الله، عزيمه بفضل الله قويه بالله ورسوله يعني. بعد اختي ما مرضت بهذا المرض سنه 96 وتوفت بعد عده شهور من مرض السرطان، الحقيقه عاطفه الاخ مع اخته طبيعي بتعاطف مع الدنيا بحالها، بس بيكون بين كلمنا عن رؤيا دكتور فاستوقفني صلي على محمد وكلمنا عن رؤيا دكتور استوقفني حديث عليه الصلاه والسلام ما جعل الله من داء الا وله دواء وجعل له دواء عرفه من يعرفه وجهله من جهله. وبالفعل بحثت في الخليه فتره ما من الزمن، ووصلت ان الاكسجين هو السبب الرئيسي نقصه، ان السبب الرئيسي لانتشار السرطان في الخليه، وده نقص الاكسجين السبب الرئيسي لمعايشه الخليه السرطانيه وبيؤدي الى انتشارها. فكتبتها نوتس في ورقه معينه وانا في قريتي في البحيره قريه بسنتوي، وكنت انا في غرفتي العاديه وشلت النوتس دي المذكرات 1 2 3 4 7 حوالي 10 بوينتس كده بشرح الفكره مع نفسي بعد دراسات مكثفه ومناقشه اساتذه كبار في جامعه اسكندريه ومناقشه بحوث وهكذا الى اخره. والفكره شلتها في مكان ما في درج في مكتب بسيط كده في الريف في قريتي انا عايش فيها في بيتي يعني، وسبتها فتره من الزمن عشان ابدا في وقت مناسب اتحرك بقى. بس ففي في 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 يوم من الايام يعني من احد الليالي بعد صلاه الفجر من علي المولى عز وجل بفضله وكرمه واحسانه برؤيه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وجاته دخل علي الغرفه فعلا وبيسحب هذه الورقه من الورقه من المكان اللي فيه سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام وبيقول لي انت ليه الموضوع ده ما بتسعاش فيه؟ اسعى، دي فكره لعلاج للسرطان. اخواني المشاهدين الاعزاء، هذه الرؤيه على سيدنا محمد، ومن كان يقول على سيدنا محمد فإن كذب فليتبوأ مقعده من النار، وإن صدق فهذه رؤيا صادقة من الله ورسوله. فعلى مسؤوليتك يا دكتور رؤيا، عشان دي يمكن هنتحاسب فيها أزهريا طبعا. يمكن أنا أعرف كويس الحديث صلى الله عليه وسلم، من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار في حياته وفي انتقاله، حي يرزق في كل حياته الدنيوية والبرزخية والأخروية. فعموما فبعدها الحقيقه دي كانت دافع غير عادي. انا ان كان قلت للرؤيه دي، ان كان كل الناس المحيطه بيا في قريتي عارفه الرؤيه دي، ومعظم الناس القريبين عارفين الرؤيه دي وهكذا وقلتها لهم فعلا، لكن اعلاميا اول مره تتقال بهذا الموضوع في قناتكم المحترمه والبرنامج المحترم. فالحقيقه بعد كده ابتدى هذا الدافع، ان ده يقين ان ده موضوع فكره سليمه علميا محتاجه بقى شغل اللي هو الاسباب، تاخد بالاسباب اللي هو البحث العلمي والتجارب العمليه الى اخره يعني. عايزين نربط انتصار اكتوبر 73. انا اذكر رؤيه معروفه جدا وقالها الدكتور احمد عمر هاشم وقالوها اساتذه كبار جدا في الازهر، ان فضيله الامام الاكبر الدكتور عبد الرحيم محمود رحمه الله عليه، ده كان عالم لا يشق له غبار، معروف من العلماء الربانيين وعالم يطرح حارب السادات ستنتصر يعني حدث ولا حرج عن علمه وفيوضاته وولايته مع الله ورسوله. راى سيدنا النبي في المنام وبيعبر مع ابطالنا معاكم مع جنود مصر في هذه المرحله في 73 قبل الحرب بفتره، بيعبر مع الجنود في قناه السويس، فتروح يبقى معاهم في هذه السفينه، سفينه بيعبر فيها سيدنا المصطفى من قناه السويس، معناها النصر، سيدنا رسول الله قدم وقدم النصر المطلق. طبعا فالدكتور اتكلم سيدنا النبي في الرؤيا ان هذا بشرى لنصر مصر على اسرائيل باذن الله. ذهب الدكتور ابراهيم محمود الى الرئيس السادات، وكان الدكتور ابراهيم في هذه الفتره شيخ للازهر الشريف، وقابل الرئيس السادات وحكى له هذه الرؤيا. والحقيقه الرئيس السادات كان عنده هذه الاستقبال الروحاني، كان موجود عند الرئيس السادات، كان بيؤمن بذلك، عنده هذا الاستعداد الروحاني الرئيس المؤمن، لانه يعني مش عند اي حد. قيل عن السادات رحمه الله عليه الرئيس المؤمن، وعندما قتل في المنصه قيل عنه الشهيد المؤمن، كان لسه مصلي. فانت الدكتوره جيهان ربنا يحفظها، فبتقول له البس الواقي، قال لها انا رايح وسط ولادي ويخليها على الله، فكان الشهيد المؤمن ده بطل مقاتل يعني. فلما حكى له رؤيه الدكتور حبيب محمود السادات رئيس عنده هذا الاستعداد الروحاني، مش اي حد بيستقبل ذلك يعني. يعني دايما السيدنا يقول لك ايه، اسمع باذن قلبك وابصر بعيني روحك. فكان عنده رئيس السادات عنده هذا القوه الروحاني، وخد الرؤيه التصديق، والدكتور عبد الحليم محمود كان هو بيقود التعبئه للمواقف المسلحه، وكان النصر اللي كان عيد ابطالنا كان النهارده تيمنا ان احنا مع سياده اللواء ومع سيادتك المقاتلين الكبار اللي هم حققوا النصر الحقيقي اللي هم الجنود المجهولين اللي هنروح فهذا انا يسعدني ان الرؤيه بتقال في برنامج محترم في وجود قادتنا وجنودنا المحترمين ابطالنا اللي انتصروا سيدنا النبي هو العهد هكذا مصر هكذا مصر. قطع سيادتك في النقطه دي بس بالذات، يقال من الناس القريبين جدا من الرئيس السادات رحمه الله عليه ان بعد زياره الامام الاكبر عبد الحليم محمود رحمه الله عليه
عمل صلاة استخارة رقعة صلى فيها من 1:30 بالليل، أقام دماغه مع صلاة الفجر من الرقعة دي. وأعزائي المشاهدين، سبق إعلامي ثالث عن لسان الرائد ممدوح سرور المقاتل، لأن هو ما بيحبش الرتب، فبيقول لي ما تقوليش صفتي العسكرية، ولكن أنا مقاتل أسد المظلات. هنرجع دكتور لأسد المظلات. طب أنا سمعت حاجة فعايز أسأل فيها، لما رميتك الطيارة بعد القناة في مكان جبل وإنت ما معكش حاجة، وقعدت 15 يوم بدون أكل بدون شرب، إزاي كنت بتعيش؟ أصحح معلومة؟ لا، أنا ما اترميتش الطيارة. أو نزلت، ما أنت أسد مظلات بتنزل من الطيارة ببرشوت. منزل نزلت. أنا عامة أنا أكتر مظلي في مصر مسجل عدد قفزات حتى الآن ولم يقصر، ما حدش كسره. لا، وأكتر أو محطم رقم عالمي بقى من سنة 81 في التدريب المشترك، أعلى ارتفاع بنزول من طيارة هليكوبتر في الحبل في التدريب المشترك اللي هو ارتفاع 90 متر، وكان من أسباب في مرة تانية 90 وفي حاجة أعلى تقريبا. لا، هي 95 و90. طب في حاجة أقل من كده؟ لا، أقل من كده كان للصاعقة المصرية والصاعقة الأمريكية، أقل من الصاعقة المصرية بكتير، مظلات أمريكية أقل خالص. إنما اليوم ده وكنا في تدريب مشترك، جنرال كنستجون قائد سلاح المظلات الأمريكي، كل اللي عمله إنه ما قدرش يعمل لي حاجة، شال أعلى وينج حطه على صدره بتاع مظلات وقال لي لو عندي حاجة أكتر أقدر أديها لك. قائد القوات الجوية، قائد قوات المظلات الأمريكية أهداك وسام؟ دبوس يعني بتاعه. الدبوس بتاعه اللي هو بيعتبر اعلى ويند في امريكا. هي دي اولادك يا مصر، وهي دي 73، وهي المدرسه التي تعلمنا منها الكثير والكثير. انا لما تيجي سيره 73، والله الذي لا اله غيره، يقشعر بدني ويقشعر شعري من 73. انا مش هقول ان انا ابن بطل وهقعد اكرر فيها، لان مش بحب الكلام عن ان انا اقول ابن بطل كل شوية، ولكن انا قاعد قدام ابطال والله الذي لا اله غيره، لولا انتم انا ما كنت قعدت هنا. طيب اكمل مع حضرتك بقى. اتفضل يا فندم. طيب اولا ما فيش حاجة اسمها بطل، البطل ده وراه فريق اعداد، قائد خطط ودرب، قائد تاني درب بمعاونة ضباط صف، واحد تاني اشرف ومعاونين ساعده، يبقى ما فيش بطل لوحده. لازم نقول يعني انا اقول مثلا قائد كتيبتي عاطف منصف، ربنا يديله الصحه، ربنا يدي الصحه ويبارك في عمره. يعني بص، اخلص في تدريبنا. هي دي مصر اسد، هي دي مصر. اخلص في تدريبنا، هي دي مصر. رئيس العمليات اللي اشرف على التدريب اخلص، وضميره قاده السرايا كل واحد فيهم، انما انا لوحدي، هي ايد لوحدها تسقف؟ لا طبعا، لا يمكن. وبعدين الاول والاخر، ليه انتصرنا؟ عشان في عزيمه وترابط، عشان كل واحد مكلف بواجب عمله. يعني انا لما تقول لي بطل اقول لك لا، انا عملت واجبي اللي انا مكلف بيه، بس مكمله بعضيها. يعني لو في السلسله انا فيها حلقات، لو حلقه واحده اوصل لهدف بدون مركبات، خلاص ما اقدرش اترمي من طياره بدون طائرات، ما اقدرش المركبات ما تقدرش توصلني. ممدوح سرور اسد المظلات، سجل كام عمليه انت؟ انا اعرف اللي هي بتاعت موضوع الدبابه، وانت كانوا هيقتلوك والكلام من ده، وانت فجرت الدبابه كلها. خلال خدمتي هم 43 عمليه، منهم 28 خلف خطوط، مضيت على اني عمليات على مسؤوليتي. كام خلف الخطوط؟ 43. 43 منهم كام عمليه خلف الخطوط العدو؟ 28 اللي كان فيهم امضاء بعدم العوده، يعني انت ما رجعتش، بس اهم شيء تنفذ مهمتك. يعني نقدر نقول فدائي. ما فيهاش فدائي، انت بتعمل واجبك. فدائي بتعمل واجبك. رحت ما رجعتش، رجعت ربنا اراد لك ترجع، ما رجعتش ده عمرك. ما فيهاش فدائي. دول 28 عمليه على هذا الوضع. بنمضي قبل ما نتحرك. بتمضي. طب اكمل بقى لحضرتك. فضل اقول فضل. ايه هو سلاح المظلات؟ احنا سلاح المظلات سلاح يعمل خلف خطوط العدو،
فتذكرتنا عادة بتكون ذهاب فقط ما فيهاش عودة. ليه؟ احنا مجرد ما بنخرج من الطيارة وبحصل على فرقة الأبز والبريد المظلات القرمزي للبريد الدولي بيزين دماغي، هنا أنا عملت عقد مع مصر، قدم روحك في أي وقت يطلب منك في أي مكان وفي أي زمان في العالم. يعني أنت في أي مكان في العالم طالما أنت دولة معادية. أنا سلاح المظلات هو سلاح استراتيجي لأنه ما بيطلعش، عشان كده بيبقى سيادة المقاتل البطل أسد المظلات، عشان كده بيقول على الهوية بتاعت العسكر المصري أو الجيش المصري عامة شهيد تحت الطلب. تمام. إحنا بالذات في المظلات يعني إيه، روحك دي هي أرخص حاجة بالنسبة لك تقدمها لمصر. الله أكبر. مش الله أكبر، ده الله أكبر والله أكبر، بس هم دول المصريين وهو ده سلاح المظلات اللي أنا اتربيت فيه وهو ده اللي علمني عليه القادة وأساتذتي في سلاح المظلات. أنا يهمني في يعني أنا بتخيل دلوقتي في أنا متخيل إن أنا عديت القناة مثلا ورحت أحارب في سيناء فقعد من غير أكل من غير شرب، ده الواحد مننا لو قعد يعني خدت بالك سيادة اللي هو الواحد مننا لو قعد مثلا طول النهار من غير أكل أول ما بيروح أنتوا عملتوا إيه أكل النهاردة؟ طب كيف كان يتعايش لا أسد لا لا المظلات ممدوح سروق؟ وأنت في الحرب اسأل أي مقاتل مش أنا بس، مظلات صاعقة مشاة أي حد. الأسرة والحياة الخارجية دي مش في الدماغ، أنا قدامي هدف بس ولا بفكر فيهم أوصل للحاجة المعينة ولا كأني شايفهم ولا كأنهم موجودين. طيب طب هقول لك نقطة بقى لأن دي أمانة. اتفضل. سيد حافظ أو الشهيد سيد حافظ رحمة الله عليه، البطل بطل اللي أنا كنت بحب دايما أحفظ الزيارة إن أنا أروح أزوره القبر بتاعه. طيب رحمة الله عليه. سيد حافظ أحد أبطال المظلات اللي استشهدوا يوم قبل المعركة بحوالي 4 أيام أو 5 أيام. لا ده قبل المعركة بحوالي 3 شهور. ده كان معايا في نفس الفصيله فلقيته بيبكي. ايه يا ابني بتبكي ليه؟ قال امي واخويا الصغير واختي وابويا وحشوني. خدناه قلت قائد الفصيله خدناه وروحنا لرئيس عمليات الكتيبه، الراجل ده ما تنزلوش ليه؟ قال لي بقاله 9 شهور ما نزلش مش عايز ينزل. ليه يا سيد؟ قال لي هو كان ليه اخ شهيد في 67 اخر اجازه من 9 شهور امه طردته من البيت قالت له ما تجيش، هو كان من سوهاج بلدي امه طردته من البيت قالت له ما تجيش غير لما تاخد طار اخوك، وخد طار اخوه استشهد. فكانت الوصيه هو بقى كان لما بيقتل عسكري اسرائيلي. حضرتك قلت لي امانه امانه امانه. كان لما يقتل عسكري اسرائيلي كان يقطع صوابعه وشيلها بكيس وحاطط في كيس ملح. اما استشهد قال لي امانه عليك توصله لامي تقول لها ابنك خد بطار اخوه كان لمم 14 هو قتل 14 واحد. امه عرفت انه استشهد من فتره بس انا ما رجعت لها ومعايا الكيس ده وبقول لها يا حاجه السيد رحمه الله عليه مش شايلني امانه. قالت لي قبل ما تتكلم خد بطار اخوه؟ قلت لها الحمد لله وادي بقايا ال 14 اللي قتلهم. الله اكبر. راحت مظاهرات. سبحان الله. عودا حميدا، انا مش عارف اقول ايه طبعا بعد الكلام الجميل من اسد المظلات. انا اول حلقه ذكرته قلت اسد المظلات، فاشاء الله سبحانه وتعالى ان هو يجي ضيف النهارده، وطبعا ده شيء على راسي وشيء يشرفني. الرائد ممدوح سرور. لو انا معلش تاني، لو انا اسد فانا ابن سلاح المظلات، ابن عرين الاسود، فانا اصغر اسود حرب اكتوبر. ربنا يحفظك ويبارك فيك ومد الله في عمرك. السيادة اللواء عادل شراقي، ما دور الشباب في تنمية الوطن الآن؟ والله الشباب أنا يعني بوجه الكلمة دي للشباب والشباب الواعي الناضج اللي بيحب مصر. طبعا مصر غالية علينا كلنا، وإحنا كنا يعني لنا زمايلنا ماتوا استشهدوا قدامنا في سبيل مصر وحافظنا على مصر لحد دلوقتي وبنكمل، فعايزينهم يحافظوا عليها. وهم في حرب الجيل الرابع والجيل الخامس ده، أرجو أرجو إن هم يهتموا بمصر
وما ينقضوش للشائعات ويركزوا في بلدهم ويحبوا البلد والانتماء للبلد، لان مصر غاليه جدا جدا جدا. لو عرفوا اللي استشهدوا ودماء ورمل سينا تروى بدمهم قد ايه، لا هتبقى مصر غاليه عندهم قوي 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 قوي. واتمنى ان يتعمل ندوات في المدارس الثانويه وفي الجامعات ويتشرح لهم البطولات بتاع الابطال اللي ضحوا عشان مصر، عشان يكونوا قدوه ليهم ويبقوا مثل اعلى ليهم. شكرا سياده اللواء. مع الدكتور محمود مخلوف اتكلمنا عن البحث في عجاله. تمام، احنا بعد البشرى الصالحه. بعد البشرى بعد اذنك بس هضيف حاجه. اتفضل يا فندم. اتفضل. سوري يا فندم. اتفضل. اتفضل يا فندم. انا هوضح بس سيادتك حاجه. اتفضل يا فندم. طبعا كل الساده المشاهدين وحضرتك تعلم اللواء زكي باقي يوسف رحمه الله عليه. هو اول ما نفكر في الطرمبات اللي جاتنا من بره عن طريق ليبيا. حد يعرف اللواء زكي باقي يوسف كان سلاح ايه؟ لا طبعا. مركبات. وكان بيخدم كان مكلف في السد العالي، وخد فكره المضخات من السد العالي، من عند بناء السد العالي، ونفذها في خط بارليف. ده اللي حكايه. لازم يذكر طالما الشاي يذكر. طبعا دول ابطال. ولا ننسى حاجه غريبه جدا. اتفضل يا دكتور. بعد البشرى الصالحه دي، ده بيسموها، بتسمى الصالحين بيسموا دي الحقيقه. الشريعه بقى خد بالاسباب، زي ابطالنا ما خدوا بالاسباب بالاعداد للمعركه وانتصروا. انك تعمل واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومرضات الخلق واخرين من دون. لازم ناخذ بالاسباب على ارض الواقع. البشرى بتقول لك ان الفكره سليمه ان شاء الله باذن الله، وسيدنا رسول الله ينطق على الهواء. خدنا الاسباب، رحت جامعه اسكندريه، انا خريج علوم اسكندريه قسم الكيمياء، وعملنا تجارب بقى بيسموها الانفيترو وان فيفو، خارج جسم الكائن الحي الحيوانات وداخل جسم الحيوان، وعملناها في مركز قومي للبحوث ومعهد الاورام، وفي جهات عالميه بقينا نبعت لهم مراسلات على مدى 20 سنه تجارب عمليه، اللي ان الفكره ثبتنا علميا بتجارب على الشرائح البشريه وعلى الحيوانات. زرعنا خلايا سرطانيه في كبد الفيران وعالجناها في المركز القومي للبحوث ومعهد الاورام وجامعه الازهر وجامعه اسكندريه والمراكز الكبيره كلها. والبحث البرودكت اللي ربنا، المنتج اللي ربنا الهمني بيه وسجل براءه اختراع عام 2000، نشر دوليا في سويسرا على مستوى العالم انها فكره سليمه باسم علاج السرطان في المركز الدولي الوايبو لحمايه حقوق الملكيه الفكريه في جنيف في سويسرا. ثم في دكتور، الدكتور حسين شريبه، ده احد الاساتذه الكبار، مصري معاه جنسيه امريكيه في جامعه ستانفورد، رشحني من 2017 لجائزه نوبل في الطب في 2018. فطبعا بعض الناس قال لك ده يعني استخفاف بالعقول. بعض الناس قالوا ماذا تقول لمن اتهموك انك العمل ده عمل خرافات وخزعبلات والى اخره. بالظبط. استاذ كبار للاسف شديد. مين مخلوف وازاي تجرأ يقول نوبل؟ حتى الدكتور ده كنت في حلقه معاه، بعض الجو بعض الشيوخ اللي بيدعي يعني بيقولوا قال ده المفروض الدكتور ده يخش السجن هو مخلوف، علشان الفكره احنا تجرأنا ان احنا بعتنا الدكتور حسين ده يبقى نوبل. اولا اي حد يترشح لها طالما انت عندك بحث منشور في دوله كبيره زي سويسرا، في تحكيم دولي، في مركز دولي كبير للاختراعات في سويسرا، الفكره تجارب ناجحه تماما اللي عملناها وتقيمت ونشرت، حقك ترشح نوبل، ونوبل حقها ترفض او تقبل هي حره، ده لجان تقييم عالميه. تمام. لذلك الدكتور ده احد الدكاتره والاساتذه الكبار، وجابوا بعض الشيوخ يفتي لا ده يخش السجن، واحنا في عصور مظلمه في اوروبا. هو ده الفكر، لازم نخلص، مصر محتاجه ابنائها. الحقيقه بعد ما حصل وسفهوا ان فكره الاكسجين ده كلام، معلش يعني قالوا ده كلام فاضي، وترشح نوبل ضرب من ضروب. طب السؤال يا دكتور سريعا، السنه دي من 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 شهر تقريبا اعلنت نوبل لاثنين علماء، اثنين امريكان وواحد يعني هم سرقوا البحث كده بريطاني. فازوا بجائزه نوبل في الطب بالعلاج السرطان بالاكسجين. البحث بتاعي صوره طبق الاصل، تيبيكال، لا زوده ولا قللوا. عشان كده انا بقول ايه، لما واحد يعمل برنامج او يعمل اي حاجه مخصصه بيه لازم يسجلها، عشان لما يسجلها يبقى ليه حق الملكيه. ان انا واحد يطلع عليا حقول ملكيه الفكريه، ما واحد يطلع كده ويقول لك ايه هكذا مصر بتاعه اللي استنى عندك بالزبط. هكذا مصر بمحمد صلاح بصوره محمد صلاح، استنى بقى تعالى بقى انا قضيك بالظبط. فلازم يبقى التسجيل. هي مشكلتك يا دكتور تقريبا ان انت ما سجلتش البحث. لا سجله ده، بيقول لك سجله في سويسرا، ده اتسجل في مصر سنه 2000. طب هو سرقته بناء على ايه؟ هم عندهم الاليات القويه، هم بيشتغلوا هم اقوياء يعني. احد الاساتذه الكبار اللي كان بيعرض الفكره قابلته من ايام
وكان ضدها. طب السؤال قلت له قلت له الفكره خيت نوبل. قال لي الحقيقه انت السؤال الاخير في عجاله. قلت له قال لي انت عارف انت ما خدتش عشان انا عندي فقره ثانيه. هم معاهم الميكروفون وجامعات كبيره مسمعه وبسيستموا الموقف معروفه نوبل سيستمه، لكن احنا نطلع انتصرنا علميا بالفكره وانتصرنا إنها عسكريا إنها انتصرنا علميا واستراتيجيا ان شاء الله مصر هتنتصر في كل شيء. سيادتك حزب اعداء النجاح. لحظه سيادة ده كلام اعداء النجاح دكتور مخلوف عشان بس الحوار ما يخشش في حوار جماعي داخلي. هل أصبح الأكسجين يمثل طفرة كبيرة علميا لعلاج السرطان في مصر؟ مع أننا ده كان منطوق العلماء نوبل اللي عطوا الجائزة الأمريكان والإنجليز. قالوا الأكسجين اللي كان بيتسفح هنا في الأساتذة الدكاترة في مصر أصبح طفرة كبيرة يفتح آفاق كبيرة لعلاج السرطان وأمراض أخرى. احنا مسجلين البحث بتاعنا كمان في 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 منتج في كندا، وان شاء الله ابشر الشعب المصري باحنا في 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 ذكرى ميلاد سيد المرسلين اللي ربنا نور به الدنيا والاخره. كلمه اخيره دكتور عشان الوقت. اقتربنا من النصر الكامل وهيكون ان شاء الله الفتره اللي جايه ان شاء الله ان شاء الله اعزائي المشاهدين بشرى اكبر جايه ان شاء الله هتذكر في وقتها، بس ان شاء الله نبشركم بالخير القادم باذن الله. ان شاء الله اعزائي المشاهدين انتظروا الدكتور في حلقه ان شاء الله قادمه. شكرا جزيلا سياده اللواء عادل شراقي احد رجال المركبات. شكرا جزيلا ممدوح سرور احد ابطال 73 اسد المظلات الذي استشهد 5 مرات. شكرا جزيلا الدكتور محمود مخلوف على ما استفاض به علينا من العلم. اعزائنا المشاهدين للتواصل مع برنامج هكذا مصر عبر الهاتف الارقام على الشاشه نشكركم جزيلا وننتقل الى حلقه ثانيه فقره ثانيه مع الاعلاميه ايمان حجازي. طمتم بخير والسلام عليكم ورحمه الله.